هل تعلم يا سمو الرئيس خطورة استمرار الوضع الحالي؟ تعي وتعلم أن عدم اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة سيؤدي حتما إلى إبطال أي مجلس قادم؟ تعلم أن البطاقة المدنية وهو مرسوم في غاية الأهمية وكانت رغبة واضحة لسمو ولي العهد، المرسوم صدر مرسوم ضرورة لمرة واحدة. طيب المرة اللي طافت بتقول احنا والله طلعت عندنا بعض المعلومات ولجان تحقيق، الآن انت عندك مجلس وما تعرض على المجلس، المرة الجاية شو بتسوي؟ طلع بمرسوم ضرورة؟ شلون بتمرر الضرورة وانت عندك مجلس ما قدمت للبطاقة؟ واعتقد الأخوة القانونيين والدستوريين أقدر وأفهم مني على شرح هذه الأمور، لكن هل تعي هذه الأمور ولا ما تدري عنها؟ تعلم تأخير الميزانيات شنو نتيجته؟ تعلم أن الناس متضايقة؟ تعلم أن ماكو ما راح يصير في بعثات جديدة؟ تأخيرك هذا سيتسبب بذلك؟ تعلم أن ما في مشاريع؟ تعلم أن البلد واقفة؟ تعلم أن ما في رقابة؟ تعلم أن ما في تشريع؟ تحس بهذه الأمور ولا ما تحس فيها؟ لذلك أنا أقول لك، أما أن تحترم الدستور وتحترم الأحكام القضائية الصادرة باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أو عليك أن تعتذر. ويأتي رجل دولة والأسرة مليئة بالكفاءات، لكن يأتي رجل دولة يملك قراره، يأتي رجل دولة لديه من الإمكانات والقدرة ما يمكنه من انتشال البلد وانتشالنا من الوضع اللي احنا فيه، لأن هذا مو بيدنا، احنا سلطة تشريعية وليس سلطة تنفيذية، احنا ما نقدر نتخذ هذه الاجراءات. احنا نتعاون معاك الى ابعد حد، واعلناها من اول يوم تعاون وياك، واعلناها من اول يوم برفع الحرج عنك وعن القيادة السياسية وعن الجميع، ان احنا نبي نرجع الى الامة ونبي نرجع الى صناديق الاقتراع، ومتوقين الى ذلك، ونريد ان نبعد البلد عن المشاكل اللي يحاول بعض ادواتك اقحامنا فيها، وبعض التوافه الذين يريدون اشغالنا فيها. لا، احنا مركزين نرجع للأمة وتنتخب من ترغب في تنفيذه.